عاوز ابدا معاكم الفيديو دوت بان انا اوريكم حاجه، اوريكم فيديو عده ثواني كده، ان ازاي ممكن التجبر، وان لسه في عايش في مجتمعنا دلوقتي بعض البلطجيه اللي بيرعبوا الناس وبياخدوا بلطجه منهم، وموجودين ولسه في بعض المحافظات زي ما هنشوف دلوقتي مع اخينا بتاع اسماعيليه اللي دخل بالسنجه دي او السيف الكبير ده وعمل اللي انا هوريه لكم ده. يلا نشوف. زي ما انتوا شفتوا معايا الفيديو ده، طبعا راجل بلطجي كان موجود في اسماعيلية، دخل اللي انتوا شفتوه ده محل حلاقة. وهنا هرجع تاني زي ما قلت لكم في فيديو سابق قبل كده، الكاميرات الذي تم القبض على هذا الرجل من المباحث هناك، وتحية تقدير واعتراف لرجال الداخلية، الكاميرات اللي جابته على طول. فلازم مهم قوي الكاميرات في كل حاجة يا جماعة. الراجل ده دخل على الحلاق اللي انتوا شفتوه، عنده 23 سنة، 23 سنة، كان قدامه سايبر، هو حلاق وقدامه سايبر، حصل خناقة في السايبر ده، فراح هو يفض الخناقة. احد اطراف الخناقه دي كان قريب الواد البلطجي اللي انتوا شفتوه دوت، اللي بيضرب بالسيف زي ما انتوا شفتوه كده، كل اللي في المحل بمنتهى القسوه والبلطجه اللي كان ممكن يموتهم في الحال. هم اصيبوا على فكره وتعوروا وتم في محضر، لكن ما حدش مات، لان زي ما انتوا شفتوا هو بيضرب بالسيف، بيضرب بجنب السيف بطريقه متوحشه، بس مش بسن السيف، لان لو استخدم سنه في لحظه الراجل ده كان هتطير رقبته او يتشق نصين زي ما انتوا شايفين. اعتقد ان النوعيه دي من الجرائم، يعني احنا قلنا خلاص بقى الدنيا ممسوك عليها بايد من الحديد، الداخليه ما فيش مجال للتسيب، لكن النوعيه دي من البلطجيه لازم ياخدوا جزاءهم يا جماعه عشان يبقى رد. على فكره ده شفناه في اسماعيليه، اكيد في غيره في اماكن تانية. وانا بيتبعت لي على صفحه البرنامج ناس كتير جدا، في حد بيهددنا يا استاذ هاني، في ناس بيعملوا بيسوي، احنا عاوزين نستغيث بالشرطه. يعني لسه النماذج دي موجوده، فلازم هنا القانون والردع يتقبض على زي ده ويتاخد ويطلع عين اهله ويروح السجن، خلاص مفيش حد هيبدا يعمل البلطجه دي يا جماعه. اما ان احنا نستقصد على واحد بالشكل دوت ويخش له في محل اكل عيشه وجدع، شفتوا انتوا في الفيديو اللي بيحلق جري يا عيني، والتانيين اللي بره يقفلوا الباب بتاع المحل الحلاقه عشان ده ياخد راحته معاهم، والعيال يبقى بالشكل ده، يعني تسوى ايه المشاهد دي؟ اعتقد احنا بنرفض تماما النوعيه دي من البلطجه او من الاحداث، لان احنا في دوله قانون. فاتمنى ان احنا نبقى فعلا فعلا كلنا نركب كاميرات نخلي بالنا. وانا بقول هنا للراجل اللي ضرب ده، اللي اتضرب ده، يعني انت كنت شجاع، وراجل واحد غيرك كان ممكن في المشهد ده يبقى الموقف غير كده. فيعني بنشجب تماما الجزئيه ديت للتوعيه، خلي بالكم، ما تنساش نلايك ونشير للفيديو ده، ونرفض تماما اي بلطجي، مصيرك هيبقى زي مصير هذا الشخص.